في صيف عام 2015 وخلال شهر رمضان، ودع السعوديون عميد الدبلوماسية العربية الأمير سعود الفيصل. لعب الأمير دوراً مهماً في إدارة ملفات بلاده الخارجية، وتمكن من التعامل بحنكة مع الأزمات التي عرفتها المنطقة منذ منتصف التسعينيات. رحل الفيصل بعد نحو 40 عاماً قضاها في منصب وزير الخارجية السعودي. الأمير سعود قبل ما يتوفى كان في إجازة في لوس أنجلوس في شهر رمضان مع أسرته وأبنائه. لم يكن الحقيقة في حالة صحية ولم يكن يتلقى أي علاج، كان يتمتع بإجازته. الصدمة بالنسبة لي أنه كلمني قبل وفاته بعشرة أيام بالضبط، وكان الحقيقة أنا سعدت جدا لأنه كان صوته مرتاح جدا وكان نفسيته مرتاحة جدا، حتى أن المكالمة الهاتفية استغرقت فترة زمنية طويلة جدا، تحدثنا فيها في عدة أمور اجتماعية وعن العمل، وفيها مداعبات من مداعبات الأمير سعود المعتادة عادة عندما يتحدث بالهاتف. فكان الحقيقة مرتاح، وكان يتحدث ويقول إن شاء الله يعني حاعود بعد رمضان إلى السعودية وأشوفك. يعني كنا نتوقع أنه يعني صحته جيدة، نفسيته كانت مرتاحة جدا، خصوصا بعد ما خفت ضغوط العمل بالنسبة له. فعندما جاءت الوفاة صدمنا لأنه لم يكن مريض، ولكنها هي إرادة الله سبحانه وتعالى. إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها. ارحل عداك اللوم واشهر وغادر، مالك مكان إلا على عرش الأذكار. ارحل رحيل أبوك، ارحل رحيل أبوك للمجد داير، مكانك التاريخ يا بر الأبرار. ارحل على هامات الأيام طاير، في موكب الأفلاك بالعز سيار. ارحل للعدوان كسر الخوار، شاف الوطن سجل لك المجد بكار. وداع وداع يا باقي الرجال النوادر، اللي لهم بالنايبة موقف وكار. وداع يا صوت يهز المنابر، نجم السياسة والمحافل والأخبار. وداع يا اللي كل ما حار حاير تلفتت يمه مطاليب الأشوار. وداع يا اللي عانقتها الضماير، حبوخ خلق الله كبيرين وصغار. خلت اسمك ما رضيت الصغاير، وتركت عابرها الشهوات الأصفار. ثروة حياتك جمعتها الحناجر، حب وتقدير وتعظيم وكبار. ناس مظاهرها شيء وناس مخابر، والشاهد الله أنك خيار الأخيار. شمسك غشاها اليوم دونك غباير، خليتنا يا سعود والوقت غبار. يا عين أخوك، يا عين أخوك اللي ترد العباير، حبستها والدمع للعين غدار. يقول هلي بالمواجيه خابر، رجلا على صكات الايام صبار.